الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا، رؤية جديدة للتامين والتوفير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. يقدم نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية عرضا أمام مجلس النواب حول حصيلة 6 أشهر من القانون المالي لحكومة بن كيران. وزير الاقتصاد والمالية المستقيل سيقدم عرضا ربما يكون الأخير له خلال 19 غشت المقبل أمام لجنة المالية والتجهيزات بمجلس لتقييم تنفيذ 6 أشهر الأولى من قانون المالية لسنة 2013، وهو ما يعد بحسب المتتبعين الخطوة الأولى التي تسابق إعداد القانون المالي للسنة المقبلة. تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 380 مليون درهم لإحدى 3 معاهد تكوين متخصصة لمواكبة دينامية قطاع صناعة السيارات وتكوين أكثر من 3000 شخص سنويا. وأفاد بلوغ لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بأن مجلس الحكومة صادق خلال انعقاده على 3 مشاريع مراسيم تهم إحدى 3 معاهد للتكوين في مجال مهن صناعة السيارات بكل من الدار البيضاء والمنطقة الحرة لطنجة والمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة. كتبت أسبوعية جناف خيك في عددها الأخير أن شراء اتصالات الإماراتية لحصة فيفاندي باتصالات المغرب والتي تبلغ 53% يعد فرصة فريدة للفاعل الإماراتي لتطوير أدائه بإفريقيا، حيث سيكون النمو خلال السنوات المقبلة. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء ونسهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة الدار البيضاء وهي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلقت جلسة الاثنين على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مادكس ومازي. مؤشر مادكس وهو مؤشر يقيس حالة السوق على سبيل المثال الأبناك والعقار أغلق جلسة اليوم على ناقص 0.59% بمجموع 6879.78 نقطة. ومؤشر مازي وهو مؤشر يشمل كل الشركات المدرجة بالبورصة أنجزته بنقص 0.49% أي 8488.47 نقطة. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سامسونج خليتيغ حل أولا بتسجيله زيادة نسبتها 5.94% ليرتفع سعر سامي 1569 درهم. في المركز الثاني حل سامغيسما والذي تحسن بما نسبته 4.62% لينتعش سعر سامي ب 106 دراهم. وفي المقابل تصدر ساماروك ليزين قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 6% ليتراجع سعر سامي إلى 385 درهم. في المركز الثاني حل سامويل مس بانخفاض نسبته ناقص 6% ليتراجع سعر سامي إلى 770 درهم. ونختم مشاهدينا النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو ثمن الشراء 11.12 درهم وثمن البيع 11.19 درهم. الدولار الأمريكي ثمن الشراء 8.37 درهم وثمن البيع 8.42 درهم. الدرهم الإماراتي ثمن الشراء 1.27 درهم وثمن البيع 1.29 درهم. الريال السعودي ثمن الشراء 1.23 درهم وثمن البيع 1.24 درهم. بهذا نكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. الو، معك مريم دلال. صباح الخير. عندي غير واحد السؤال عافاك، الى شي نهار درت شي حادثه يمكن نعرف شحال بالضبط هيعوضني التامين ديالي؟ هي انا كنتسنى. ما تسناوش حتى يفوت الفوت باش تعرفوا اساس التعويض. اكسا كتبتكر مقاييس بدون مفاجآت اللي كتعطيكم مسبقا الاساس اللي عليه كتعوضوا. اكسا،
رؤية جديدة للتأمين والتوفير.